متى قصدت الآخرة أصلح الله لك الدنيا، ليكن قصدك الآخرة ستأتيك الدنيا وهي راغمة، تسعد في نفسك، يطمئن قلبك، يأتيك اليقين، يأتيك الرزق الحلال الطيب، يأتيك كل ما تطلبه في الدنيا. نعم، هذه الدنيا أليست ملكا لله؟ لو أراد الناس كلهم من مشرق ومغرب أن يمنعوا عنك شيئا مما يقدره الله لك يستطيعون؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن أزمة الأمور بيد رب العزة والجلال. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رب العزة والجلال يقول: متى كنت يا عبدي تسعى في رضاي سعيت في رضاك. ومن ابتغى رضا الله بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقد وعدكم بصلاح أحوالكم في نفوسكم تسعدون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم ذكر الله أن تجعل الله بين عينيك في جميع أعمالك، لا تقدم على عمل من الأعمال إلا وأنت تستشعر أن ذلك العمل لله، حينئذ يطمئن قلبك.